دقبت ليلى ديالكم بحال ما جربتيش هاد الوصفه، ما جربتي حتى شي حاجه في الوصفات ديال زياد، الوصفات ديالنا فخلصت على الكبيدات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ان شاء الله عمركم كامله تكون على خير وبخير. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد، الفيديو البنات ديال العرس. رانا ما صورتش لكم جميع الفيديوهات، شنو لبست، شنو حضرت، فين ماكيت، غتلقاوه في انستغرام ديالي، غنخلي لكم هنايا، هذا هو انستغرام ديالي، دخلوا مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه غزاله. هاد الفيديو اولا هاد الوصفات هما اكثر الوصفات كطلبوهم مني، ما يمكنش الكبيدات. واليوم جبت لكم هاد الوصفه دقه بطله، كتنفخ لكم البنات الخديدات ديالكم، كيوليو بحال التفيفيحات وبحال الرميمينات، كتنفخ لكم الوجيه ديالكم. الا كانت عندكم اي منطقه في الجسم بغيتو تغلضوها وتزيدوا في الفوليوم ديالها، كتستعملوا لها هاد الوصفه، ولكن انا انصحكم انكم ديروها لوجهكم وخديدات ديالكم، حيت انا مجرباها فعاله البنات ومضمونه، وما يمكنش ديريها وما يتنفخوش لك خديدات. تخبطوا هذا الفيديو باللايكات ديالكم وعلى بركه الله نبداو في الوصفه ديالي. اول حاجه غتاخذوا ليا الكبيدات، هاد جوج ديال المكونات اللي غزالين بزاف بزاف في تسمين الخدود. غنحتاجوا التمر، من الاحسن يكون معسل، وغنحتاجوا الزبيب البنات البلدي، هذا كيكون اللون ديالو غامق باش يعطيكم نتائج اللي هي زوينه. اول حاجه غادي ناخذ التمر ونحيد ليه العظم ديالو، والبنات العظم ديالو خزنوه، ديروه وصفات الحجبان ديالكم والشعر ديالكم، راه كيقوي الشعر. انا راه دخلت لكم شي فشي. من بعد ما قطعتو غادي ناخذ البنات الطحانه، الكاس ديال الطحانه، وغنقطع التمر مربعات صغيره باش يطحن ليا بالزربه. هما هاد جوج ديال المكونات، والمكونات اللي غنزيد عليهم راه من احسن ومن اروع ما يكون. هاد الوصفه راه غتجربيها غتشكريني عليها، حيت النتيجه ديالها من اول استعمال. غادي ناخذ تقريبا واحد جوج معالق كبارين من الزبيب البلدي، وغادي كيف ما كتشوفوا غادي نزيدوا عليهم الماء الورد المقطر. البنات حاولوا انه يكون الاوريجينال باش تنجح معكم الوصفه 100%. غنزيد منه تقريبا واحد المعلقه كبيره، وغادي نزيد معلقه كبيره من الماء. هنا البنات ما استعملتش الماء العادي ديال الروبيني، استعملوا الماء اللي كيتباع مثلا، ما بغيتش نذكر لكم، ولكن القراعي ديال الماء اللي كيتباعوا من على برا. من بعد غادي طحنوهم مزيان مزيان، شوفوا انا راه طحنتهم كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غادي نديروهم في شي زلافه اللي باش نكملوا المكونات الاخرين اللي غنضيفوا لهاد الوصفه. كيف ما قلت لكم البنات هاد الكونتيتي راه كتخرج لكم مده ديال 7 ايام وانتم كتستعملوها. من بعد البنات غادي نزيد عليها البكبوكه، شوفوا انا كنوريها لكم قريبه، راه غير اللي ما عرفهاش البنات اللي خارج المغرب كتمشيو عند المعشبات المغربيه اللي كاينه في البلاد ديالكم، كتقولوا ليهم البكبوكه، هي معروفه غير بهذه التسميه، كيعطيوها لكم. حاولوا البنات انكم تغسلوها مزيان مزيان وتكرموها وعاد تطحنوها. من بعد البنات غادي نزيدوا منها جوج معالق صغارين، وهنايا البنات زدت الماء ورد، وهنا زدت واحد شويه ديال الكولاجين، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الكولاجين الا كان متوفر عندكم. ما كانش متوفر عندكم ممكن انكم تستغناو عليه في مره واحده، هذا غير كاضافه باش تعطيني نتائج لي احسن واحسن. يلا الفيديو ديالي ندوز دابا لتطبيق الوصفه على الوجه. اول حاجه البنات غادي نوريكم هاد الزيت، هذا شوفوا هاد الزيت انا مصاوباه شحال هادي، زيت فيه السمسم، هانتوما يعني شوفوا فيه السمسم وفيه البكبوكه، ومخلياهم حتى طلقوا مزيان مزيان في بعضياتهم هكا باش نبقى نستعملهم الخديدات ديالي. ما دكتهم لا فخ من بوطه حتى شي حاجه، كتاخذوا زيت اللي هو عادي، زيت نباتيه عاديه ماشي زيت الزيتون، وكديروا فيها معلقه ديال الزنجلان، وكديروا فيها البكبوكه هكا شي طريفات ديال البكبوكه، وكتغطيوها وتخليوها في شي بلاصه ما كتشوفش نهائيا الضوء، ومن بعد كتبقاو تستعملوها، حتى هي زوينه البنات بزاف بزاف لنفخ الخدود. دونك هذه اول حاجه غادي نديروها باش نحلو هاد البلاصه. المهم كتبقاو هكا البنات على شكل اللي هو دائري، حتى كتحسوا بهاد البلاصه باللي سخنات، غير هي بعدو غير على النيف ديالكم ما ديروش. ما كنحلو المسام ديال هاد المنطقه مزيان مزيان، كترجع علينا حمراء، شوفوا البنات شوفوا انتوما شفتوا. المهم هاد البلاصه انا ما دايره حتى شي حاجه لوجهي نهائيا، كيف ما كتشوفوها هي الوصفه. شوفوا البنات اللي كيسولوني على وديت الماء المقطر او الماء ورد المقطر،
منين تاخدوه راه كيتباع فين ما مشيتو، موجود ومتوفر. غير هو شوفوا شي واحد كيبيعو تيقه، يعني غيعطيكم ماء الورد المقطر يعطيه لكم تيقه، ما يعطيكمش شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. وبالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الكولاجين هذا اللي زدتو في الوصفه، ممكن انكم تستغناو عليه. انا غير كخطوه وصافي، دائما كنزيدو حيت كيحارب لينا التجاعيد هذا. مهم دابا غادي نطبقوا الوصفه ديالنا. شوفوا التكستور ديالها كيفاش دايره. هذه البنات غادي لكم مده ديال اسبوع، حيت كديروا غير شي شويه، ما كديروش بزاف الخبيبات ديالكم. غادي ناخذ من الوصفه وغادي نبدا نطبق لهاد البلاصه. غير نتوما البنات غير على هاد البلاصه، يعني غير على هاد البلاصه اللي فيها الخديدات، ما تهبطوش هنا. هنايا كنبغي دائما يكون شويه ضعيف، يعني غير هاد البلاصه فقط. الا كنتو غديروها الوجه ديالكم كامل، كديروا وجهكم كامل، ولكن ما كديروش غير للنيف ديالكم، نيف وهاد البلاصه هادي. المهم انتوما كطبقوها على هاد الشكل، من احسن ومن اروع الوصفات البنات اللي كيجيبوا نتيجه في مده اللي هي قصيره. مكونات اللي غزاله، مكونات متوفرين عندكم في كل دار، واهم حاجه ان النتيجه ديالها والمفعول ديالها مضمون. الا ما جربتيش هاد الوصفه، ما جربتي حتى شي حاجه في الوصفات ديال زياده الخدود. وغادي نديرها البنات حتى لهاد البلاصه هادي، كتعجبني تكون منفوخه بحال هكا. ها انتما الكبيدات ديالي، دابا غادي نخليوها مده ديال نص ساعه عاد باش نحيدوها حتى تعطي المفعول ديالها. ماشي مشكله البنات الا ما درتوش بلاستيك غذائي لهاد الوصفه، حيت هاد الوصفه كتعطي نتائج اللي هي فنه وغزاله. الا كان مثلا عندكم شي حاجه غادي تقضيوها اللي ديروا بلاستيك غذائي، انا نخليها هكا وبشي يرتاح ليا مع راساتي حتى دوز نص ساعه وغادي نرجع معاك. ودابا البنات غادي نمسح الوصفه من على وجهي بحال هكا، كتمسحوها بشكل اللي هو عادي جدا. شفتو ساهل باش انها تمسح ليكم هكا. ومن بعد كتغسلوها البنات بالماء اللي هو عادي جدا هكا. شوفوا البنات، شوفوا شوفوا وصفه يا البنات غزاله، من احسن الوصفات ديال نفخ الخدود. شوفوا خدودي كيفاش، شوفوا هانتوما ما كاينش نهائيا ترهل. شوفوا هاد البلاصه ما كاينش نهائيا ترهل، وجهك مجبد، وجهك بحال اللي دايره لي بوتوكس، وخديدات ديالك منفوخين. الا درتيها الوجه ديالك كامل غادي يرجع عندك منفوخ وغيرجع عندكم زويون. غادي نكملوها بهاد التان اللي كيبين الخدود زويونين. مهم ديرو بحال هكا، واقيلا كترت. مهم هكا وكدمجو على هاد الشكل. البنات ما كتكون لا ريحه خايبه لا حتى شي حاجه، خديدات ديالكم بحال الرميمينات، خديدات ديالكم غزالين بزاف بزاف. شوفوا البنات غتشكروني عليها، والبنات تيقولوا لي كدايره فيلتر اولا دايره شي حاجه نافخه لك وجهك ولا شي حاجه بلاتي، ولا نوريكم. شوفوا هذه التصويره ديال لاكارت ناسيونال، شوفوا 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 راه نفس التخبيزه نفس الخديدات، شوفوا نفس كل شيء، ما كاين لا فيلتر لا حتى شي حاجه. شوفوا خديداتي هنايا، واخا ما عجبتنيش التصويره ولكن وريت عليكم التصويره ديال لاكارت ناسيونال. شوفوا هنا ما كنتش دايره الماكياج نهائيا. شوفوا جربوها جربوها البنات. شوفوا لا ما جربتوش هذه الوصفه، راه ما جربتوش حتى شي حاجه، جربوها. ومن هنا غادي نقول لكم خليتكم على خير، والسلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو ديال خير واحد اخر، تهلاو ليا فراسكم.